بحال مخيبات. ها؟ بحال مخيبات. بحال مخيبات جدا نوم تمنيت. بحال شكل الراسه. بحال شكل والله إلا بحال شكل الراسه. حفلية. ضرب هنا والله إلا واعرة هادي. حفلة ليا في العربية شنو خاصو؟ دير حتى بحال يدناني شوية. حاصل. دار بحال يدناني شوية ولكن بحال ليا راه هي ملي كتقول الحاجة كتجيبها ناضية. هلا إلا درنا ليه هذا بحال درنا ليه الفتحانة بالعربية. إذا غادي نقراو هذا. شا. شا حسن جدا. إذا هذه هي الفتحة. هذا بغيت نقرا هنا الحا وغادي ندير ليها ها الفتحة ديال الفرنسية. اش غنقرا؟ حا. حا حسن جدا. قراي لك السمية ديالك. حا ف ص. حسن جدا. بونجور مي شير ابوني اسكو سا فا؟ Oui, ça va bien, Hafsa. Merci. Qu'est-ce que nous avons aujourd'hui comme leçon? On va essayer d'écrire Hafsa en français. D'accord? Oui, d'accord. Hafsa? Non. Khsna? Je vais vous dire que je vais vous parler en arabe. Je vais vous apprendre les حروف latines. Les حروف يعني ديال الفرنسيه ما يسمى بالالفابي. واش لي ليتري لي كونسون واش نتي عارفاهم مزيان ولا لا؟ راه واحد الوقيته قريتهم لك وحطيهم تقريبا ياك، ولكن من بعد نسيناهم ما بقيناش رجعنا لهم ونسيتيهم. والدرس ديال اليوم حفصه هاد الحروف مش كيتكتب السميه ديالك بالفرنسيه صافي، يعني حفصه غنكتبوها بعد الخمسه ديال الحروف. وانا باغيك تولي كتكتبيها دائما سميتك مقدة. تعرفي تكتبها مقاده صافي. فين ما شتيها في شي ورقه مكتوبه حفصه تعرفيها بالفرنسيه. هذا هو الدرس ديال اليوم. درس واحد فيه هاد الخمسه ديال الحروف باللاتينيه. خصك تكوني تعرفيهم شنو كيعني وتعرفي تكتبي سميتك صافي. غادي نجيبهم عندي هنايا وغادي نقول لك هاد الحرف شنو هو. آه مزيان مشى ليه. هاد الحرف شنو هو؟ اش شوفو كان اف اف تخي بيان. عقلي على اف اف باش اف تتلفني هو وهذا. شكون هو؟ هذا هو اش. اه شنو العلاقة بيناتهم؟ شوف هذا كي داير وشوف هذا كي داير. علاش غيتلفك؟ هذا عنده هاد الرويسانه والرويسانه والرويسانه. ندير بحال سبعه. ها الى بحال سبعه مقلوبه. خاصني ندير الفرق بيناتهم. تري بيان. دونك غادي تعقلي على اف انه بحال سبعه مقلوبه. صافي. ما باقيش تلف لك مع هذا اش. صافي. ها هو اف مشى ليه. شنو هذا الحرف يا حفصه؟ يلا قلنا وهذاك وهذاك. قولي قولي وهذاك غير قولي. لا قلنا اف بحال سبعه مقلوبه. عقلتي قلنا اف بحال سبعه مقلوبه كيمشي اش. اش حسن جدا. باش نتعلموا هذا اش هذا كيدير باش باش كتشبهيه. هذا اش تشبه لك الولو بحال اربعه. ليش زديت عليها هادشي اللي هنا الوسط أربعة؟ ها؟ لا ماشي بحال أربعة، كاين واحد الخط هنا واحد الخط هنا وجمع بيناتهم في الوسط. بحال مخيبات. ها؟ بحال مخيبات. بحال مخيبات جدا ناوي تهلو يتسال. بحال شكل الراسة. بحال شكل الراسة. والله إلا بحال شكل الراسة. شتي أنتيا عندك تفكير واحد. شبهتي أش القراصة ولا بحال شي مقص شوية؟ هذيك القراصة دابا هذيك شبهيها بالقراصة. لا لا زعما عقلها عليك. من وراء تخميمة ولا ضربة بالمقص. زعما مية تخميمة وتخميمة. مية تخميمة وتخميمة ولا ضربة بالمقص. هذا دركا شبهتيه بالمقبض. المقبض باش كنشدو الحوايج ياك. كاين واحد الخط هنا واحد الخط هنا ونجمعو بيناتهم. الا جمعتو من هنا ويتحلو من هنا
ولا تقتل يرجع كي كان بحال اذا نعقلي على اش صافي نعقل على المخيفات عقلي على المخيفات عندك نسولك على اش وما تعقليش على المخيفات صافي ها هو داك الشيء اللي دوزنا دوزنا لهذا الشيء غادي نجيب هذا ثاني شنو هذا لا كونسون ا يعني ا هذا ياك واعر انت هذا ا عندك زعما واعر صافي ولكن هذا شوف كي داير هذا حتى هو اس حسن جدا اذا راه شويه عندك شويه باقي الذاكره عقل عليهم هذا اس ياك باش كتشبه اس تضرب تيس باش كتضرب باش كتضربي باش كتشبه هذا اس حرف ليا ضرب هنا والله الا واعره هادي حرف ليا في العربية شنو خاصو نقطه دير بحال يدناني شويه ولكن بحال ليا راه هي ملي كتقول الحاجه كتجيبها ناضيه اللي في مقصوره هادي يعني ولا ليا خاصو جوج نقط هنا يولي حرف ليا حرف ليا برافو عليك حفصه غادي نعاود نجمع هادشي عندي هنا وغادي نتيستي غادي نديرها وما نشوف فيهم اللي جبتو تقولي لي شنو هذا شنو هذا يا حفصة حسن جدا شنو هذا يا حفصة باش شبهتيه المقيبيط شنو هذا نسيتو داكشي علاش كنضحك نسيتي هذا المقيبيط لا اش 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 برافو هو انت تعطلي دائما على العربية وهذا ا هذاك احافظه بارك هذا شنو هو المقيبيط اش اش بيان سور وهذا السبعة مقلوبة اللي سميتي سبعة مقلوبة اف اف برافو وهذا هاد ليا اس اس حسن جدا يس يس اس حسن جدا دروكا شتي هذا شوف هاد جوج الحروف هادو سميتهم ا هاد ا و ا كي عادلها في العربيه الفتحه بحال الفتحه اذا الا شفتهم هادو جبت لك هذا هاد اش ياك سميتو اش درت ليه الفتحه بالعربيه الفوق منه كي غنقرا هاد اش هذا كنقرا شا برافو عليك لان كنقراو اش سميتو اش ولا درنا ليه الفتحه ولا شا وهذا هو الفتحه ياك هلا الا درنا ليه هذا بحال درنا ليه الفتحه هنا بالعربيه اذا غادي نقراو هذا شا شا حسن جدا ولكن غادي نرجع لك يا حفصه الفرنسيه ياك ما كنقراوش هذا الحرف كنقراوه بوحدها اش ياك ولا بغينا نقراوها في وسط كلمه ولا مع شي حاجه ما كنقراوها اش اش كنقراوها اما يعني بغينا نكتبوا بها شي حاجه في العربيه اما ح الح اما لها حيت الفرنسيه ما فيهاش لها ما فيهاش الحاء هاد اش كتعوض الحاء ولها في الفرنسيه انا مثلا دروك الفتحه درتها هنا في وسط لها كيفاش غنقرا راه ولاها ها ولا حاء غندير لي الفتحه هنا شغل اش غنقرا ها ها ولا هي قول غير قول قول الفتحه درنا لي لها ودرنا لي الفتحه اش غنقرا ها ها ولا قبلنا نقراو الحاء ودرنا ليه الفتحه ح حسن جدا اذا هذه هي الفتحه هذا بغيت نقرا هنا الحاء وغادي ندير ليها ها الفتحه ديال الفرنسيه اش غنقرا ح ح حسن جدا مثلا الى حيدت هاد الحاء وجبت هاد اشنو هاد الحرف هذا شنو هاد الحرف لا بالفرنسيه لا وحال فرنسيه
حيد هذا قول لي اشنو هذا بالفرنسيه بوحدو ليش بناه بليا قريتي 20 خطرا اس برافو كنجيبو هاد اس الا درنا ليه الفتحه تساوي سا حسن جدا والفتحه ديال الفرنسيه هي هذا ا ها هي الفتحه الفرنسيه الا درنا ليه الفتحه ديالو اش غنقراو سا حسن جدا اذا هذا سا ياك وليش جبنا هذا قلنا اش ياك قلنا نقراو ح الحا وجبنا ليه الفتحه ديال الفرنسيه كي غنقراو هذا لا هذا سا هاد الحا درنا ليه ا ديال الفرنسيه كيفاش غنقراو ح ح حسن جدا ولا بغيت نقرا هاد اش ما بغيتش نقرا الحا بغيت نقرا الها بالفرنسيه شنو غنقراو هذا وين نسميه انا الها وندير ليه ا شنو نسميو الله اعلم خلينا الحا ح وبغينا نقراو لها هادي راه بحال بحال الحنيت ها حسن جدا برافو عليك تقلبي على اذا يا حفصه انا دروكا غادي نحاول نقرا لي غادي نحاول نقرا نكتبو دروكا سميت حفصه بالفرنسيه واخا خليها تكتبها هي لا غادي نحاول ان نجيب شنو هذا غادي نسميها انا الحا ياك المره الاولى غادي نعاون معك نتعاون معك هذا سميتو الحا حيت بالفرنسيه اما يكون ح اما يكون ها لها ولا الحا صافي الفتحه ديال الفرنسيه هو هاد ا غادي نجيبو ندخلو على هاد الحا اش غنقرا ح ح وهذا شنو هاد الحرف اش ا هذيك سبعه مقلوبه اللي سميتي سبعه مقلوبه اش ها هو اف حسن جدا هذا قرينا حياك وغادي نجيب هذا بوحدو نكتبوه نحطوه هنا اف ما عنده لا فتحه لا ضمه لا والو اش غنقراوه اف ف ف ف حيت بحال درنا ليه السكون ما عنده والو ما عنده لا لا والو يعني ف اذا غنقراو ح ف ح قريت مجموع حف حف حسن جدا غادي نجيب هاد اس الا خليتها هكا كي غنقرا حاف ف ما كاينش ا لكن انا حاف س حفص حفص اش خاصها باش تولي سا خاصها ا خاصها ا حسن جدا ها هي غادي نولي نقرا هاد الجوج ح نقرا هذا بوحدو ما عندو حتى شي تشي ضمة ولا شي فتحة ف ونقرا هذا اس عنده ا صا اذا ح هاد الجوج ح وهذا ف وهاد الجوج صا صافي قراي لك السمية ديالك ح ف صا حسن جدا ديرو جيم ديرو جيم وديروا لايك وفعلوا الاشتراك وما تنسوش شي تعليق زوينين شكرا لكم المتتبعين ديالي العزاز وانتظروني في فيديو جديد برافو عليك حفصة اليوم غادي تحاولي تدربي على تعلم ديال تكتبي سميتك يعني حفصة بالفرنسية صافي